بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سبحان الله ما شاء الله. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما ومن أظلم ممن افترى
والله لا يهدي القوم الظالمين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء Subhanallah. إذا جاء
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.